يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا جدول بياني يوضح تحديد المولود، بحيث إذا رغب الشخص أن يكون مولوده ذكرا فإنه يولد ذكرا، وإذا رغب أن يكون المولود أنثى فإنه يكون أنثى، فما هو التوجيه حيال هذا الجدول الذي يوزع؟ توجيه أنك تمزقه ولا تحرقه بالنار، هذا خرافة. والمولود بيد الله عز وجل، هو الذي يخلق ما يشاء من ذكر، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم يعني يشكلهم ذكرانا وإناثا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، ما تصرف فيه. فهذا من الخرافات، عليكم بتمزيقه وإتلافه ولا ينتشر بين الناس. نعم.